حباس 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 حباس، واش بصح يمكن لي انني نحقق هاد 1000 ديال الدولارات من التيك توك؟ كيفاش يمكن لي ندير انا هادشي؟ كيفاش انا يمكن لي نحل المونيتيزاسيون؟ كيفاش غندير نحقق الشروط ديال التيك توك؟ كيفاش غادي نقدر نسحب الاموال ديالي؟ واش بصح انني نقدر نستخدم ديك لي زابليكاسيون باش انني نبدل المنطقه الجغرافيه ديالي؟ واش يتقبل لي هادشي؟ هادشي كامل غادي نجاوبو عليه في هاد الحلقه هادي. تبع معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تنساش تحط ديك لايك وتبارطاجي هاد الفيديو هذا باش تعم الفائده. كما شاهدنا مؤخرا التيك توك لقى واحد الاقبال كبير، حيتاش تفتح التيك توك بيتا، والتيك توك بيتا ما تفتحش في جميع الدول كاملين، فقط واحد الدول اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، وفيها ألمانيا وإيطاليا وكنظن أستراليا. الدول هادو هما اللي كيدعمهم تيك توك، اللي يمكن لك أنك تخلص على المشاهدات ديال الفيديوهات. جاو بزاف ديال الناس نادو كيديروا واحد التطبيقات بأنهم باش يبدلوا المنطقة الجغرافية ديالهم ويفتحوا حتى هما تيك توك بيتا. مؤخرا تيك توك حيد هاد تيك توك بيتا وردو بروغرام كرياتور ريوردز اللي هو ولا الان دابا كما قلنا بيتا تلغى وردو هذا، هما يبدلوا الاسم. هو اما هو مازال المونيتيزاسيون باقا كيخلصوا على المشاهدات ديال الفيديوهات، ولكن كما قلت لكم راه ماشي في الدول العربيه، في بعض الدول الاوروبيه. انا نخلي لكم هاد الدول اللي كيتخلصوا كاملين في صندوق الوصف باش تعرفوا شنو هما الدول اللي كيتخلصوا من المشاهدات ديال التيك توك. الربح من التيك توك راه كاين، سواء في اللايفات، سواء المشاهدات، سواء لي سبونسور. كما كنعرفوا بان من كتوصل لواحد العدد ديال لي فولورز كيجيو عندك شركات كيمكن لك انك دير لهم الدعايات وكيخلصوك، وكيكون لي سبونسور هو الخلاص الاكثر، لا من المشاهدات ولا من اللايفات ولا من اي حاجه. كاين الناس كيدخلوا من اللايفات بزاف، ولكن كاين الناس ما عزيزش عليهم داكشي ديال كبيسو كبيسو. فاليوم غادي نهضروا على جميع الطرق ديال الربح من تيك توك، وكيفاش انك يمكن لك تخدم بالطريقه الصحيحه، حيت بزاف ديال المعلومات اللي نقلوهم لكم داك المحتوى اللي كتخدموه بالذكاء الاصطناعي، تيقول لك هز بودكاست كوبي لي انا هكا وحط وبقى تحط داكشي ديال عباد الله، داكشي غادي نختصره لكم اليوم في هذا الفيديو هذا. كما قلت لكم في هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على جميع طرق الربح من تيك توك باستثناء باش تخرجوا فاهمين كل شيء وحتى شي حاجه ما تبقى ناقصاكم. دونك هذا هو التيك توك ديالي، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف، هو اللي غادي نبقى نشارك فيه ان شاء الله بحول الله الربح من تيك توك كامل، غنبقى نحطهم على شكل ريلزات هنايا. فاللي بغى وكان مهتم بهذا الشيء ديال الربح من تيك توك فدخل عندي التيك توك، وغادي نبقى ننشر لكم ان شاء الله بحول الله الفيديوهات باش ان شاء الله بحول الله تفهموا اي حاجه واي جديد كيوقع في التيك توك. دونك باش نفتحوا حساب في التيك توك غادي خاصنا نصاوبوا اول حاجه جيميل جديد باش نستافدوا من البروغرام كرياتور ريوردز. ثاني حاجه ما غنحتاجوا حتى شي برامج وحده اخرى، ما نحتاجوا حتى شي حاجه اللي غادي تبدل لنا المكان ديالنا من المغرب مثلا ونردوها فرنسا او نردوها ايطاليا او امريكان او اي حاجه، ما غنحتاجوا حتى شي حاجه، فقط نصاوبوا جيميل جديد. وفاش نصاوبوا جيميل جديد غادي نسوبريمي التيك توك اللي عندي، او نمشي ندير له مثلا بحال دابا التيك توك هو هذا، غادي نجي لهنايا ونقلب على تيك توك وغادي نبقى بارك عليه بحال هكا، وغادي نجي نضغط على اب انفو بحال هذه المساله هكا، وغادي نجي لهنايا عندنا هنايا ستوراج اي كاشي ها هي، ومن بعد غادي ندير هاد الكلير كاش، ثم عاوتاني غندير كلير ستوراج، يعني غادي نمسح الكاش وغادي نمسح الستوراج. فاش غادي نقوم بهاد العمليه هادي غيكون عندي الجيميل واجد ناضي مصاوب وناضي، ديك الساعه غادي نضغط على الرابط المثبت اول التعليقات. فاش غادي نضغط على الرابط المثبت اول التعليقات غادي يوجهني مباشره باش نقاد حساب في تيك توك. كما كتلاحظوا دابا انا هذا عندي في المغرب، هو من كنجي الكرياتور تولز، هانتوما هما اللي يمكن لينا نربح منهم، نربح من الشراكات فيديو جيفت وورك ويد ارتست يعني العمل مع الفنانين، وعندي لايف جيفت ميمكنليش نربح على المشاهدات ديال الفيديوهات. ولكن ملي نضغط على الرابط المثبت او التعليقات غادي يوجهني مباشره لهاد الصفحه هذه. كما كنلاحظوا من غنتجهوا لهاد الصفحه هذه ما غادي نديش نديروا لوغين، غادي نخليهم بقاو في الساين اب. فاش غادي نبقاو في الساين اب شنو غنجيو؟ غنجيو لهاد البلاصه هذه، هي كما كتلاحظوا عندنا موروكو. غادي نشوفوا بان اللوكاليزاسيون، بان راه حنا طافيين اللوكاليزاسيون، غادي نخليوها طافيه وغادي نجيو لهاد موروكو هذه نضغطوا عليها بحال هكا. من بعد شنو غادي نديروا؟ غادي نختاروا الدوله من الدول اللي فيها البروغرام كرياتور ريوردز، هما كما قلت لكم يا اما امريكان يا اما فرنسا يا اما المانيا يا اما ايطاليا. غادي ندير انا مثلا ايطاليا هكا، ندير ايطاليا هكا، وغادي نجي وغادي ندير هنايا ساين اب جيميل.
غادي نختار الجيميل اللي صاوبت انا جديد وغادي نضغط عليه بحال هكا. من بعد تيك توك غادي يقول لي حدد تاريخ الميلاد ديالي، حيت دابا البروغرام راه كيدعم الناس اللي فوق 18 عام، خاصكم ديروا بانكم فوق 18 عام باش نكونوا متفقين، راه ما تيخلصش الناس اللي قل من 18 عام راه ما غاديش يستافدوا. دونك صاوبوا حساب بالاسم ديال والديكم او اي شيء من هذا القبيل. كما كتلاحظوا الحساب هو هذا صافي، ما غتحتاجوا لا بروغرامات لا والو، صافي غادي تدخلوا نيشان. من غادي تدخلوا نيشان غادي تجيو غادي تضغطوا على هاد ثلاثه ديال النقاط وغادي نجيو نضغطوا على كرياتور تولز. كما كتلاحظوا ها هي المونيتيزيشن، ها هي كما كتلاحظوا كرياتور ريورد بروغرام، هو هذا اللي كيخلص على المشاهدات ديال الفيديوهات. غادي نضغطوا عليه باش نتعرفوا على الشروط شنو هي. الشروط كما كتعرفوا هما الشروط نفس الشروط ديال البيطا، ما تبدلوش 10000 مشترك يكون عندك، ويكون عندك 100000 مشاهده اخر 30 يوم، والعمر ديالك يكون فوق 18 عام. فاش كتوصل لهذا الشيء كدير ابلي وكتدوز مباشره باش تبدا تخلص على الفيديوهات ديالك. ولكن مور هذا الشيء هذا غادي ديك الساعه غادي نبقاو نحطوا الفيديوهات يكونوا فوق دقيقة، 3 دقائق، 4 دقائق، حتى 10 دقائق. فراه تيك توك ولا كيحط الفيديوهات وكيدعم الفيديوهات طويلة. وواحد الحاجة هما علاش داروا هاد البروغرام هذا وحيدوا البيطا، لان بزاف ديال الناس ناضوا كيديروا داكشي ديال كيكوبيو مثلا بودكاست او اي حاجة وتيكوبيو وتيكوليو في داكشي ديال الذكاء الاصطناعي وكيصاوب لهم ريلزات وكينوض كيبقاو يحطوا الفيديوهات هذا. فراه هنا تيك توك راه زير شي شويه الشغل ولا كيدعم صناع المحتوى، يعني المحتوى ديالك خاصو يكون اصلي 100%. دونك انت من تبغي تصاوب شي فيديو حاول تدخل عليه تحسينات او ترياكتي عليه او تولي تقد فيه في المونتاج شي حاجه، ما تخليهش هو كما هو كما عطاه لك الذكاء الاصطناعي. فكما كنلاحظوا فاش كنبغيو ننشروا مثلا شي فيديو هكا، مثلا نحط اي فيديو هكا غندير غير هكا بحال هكا، كما نضغط انايا يعني مثلا على نيكست، كما كتلاحظوا هو راه زاد واحد الحاجه من كندير مور اوبشن، ها هو قال لك واش ها هو واش هذا المحتوى مصاوب بالذكاء الاصطناعي، واش مصاوب بالاي اي. دونك يعني خاصنا المحتوى ديالنا يكون اصلي، ما تخدموش داكشي اللي تخدم بالاي اي باش تخلصوا على الفيديوهات ديالكم. ملي توصلوا 10000 مشترك و100000 فيوز وغادي تقدموا الطلب ديالكم، صافي راه غادي تفتح لكم هذا البروغرام هذا اللي وريتكم، صافي غادي تفتح لكم هذا وغادي توليو تخلصوا على الفيديوهات ديالكم. كيفاش غادي تجيب مشتركين او كيفاش غادي تجيب 100000 مشاهده؟ غادي تجيبهم بالنشر اليومي، خاصك يوميا تبقى تنشر الفيديوهات. من الاحسن في الاول بقات تنشر ثلاثه ديال الفيديوهات في النهار، في السيمانه، في الاسبوع الاول، ومن بعد بقات تنشر فيديو يوميا على حسب التوقيت. من تمشي لاناليستيك ديالك وغادي تشوف فوقاش يكونوا عندك المشاهدات طالعين، فوقاش الناس سيكونوا متابعين الفيديوهات ديالك، غادي تبقى تلوح في داك الوقيته. هذه هي الطريقه باش غادي تجيب المشتركين وباش غادي تجيب المشاهدات. بغيتي تشري مشتركين فسير شريهم، بغيتي تشريهم سير شريهم. دونك باش تختصر على راسك الطريق او اي حاجه، هي من الافضل خدم وجيب مشتركين اللي غيبقاو متبعينك ديما. فهذوك المشتركين اللي سواء انا كنبيعهم ولا سواء اي واحد كيبيعهم، راه ذوك المشتركين راه ما غيتفاعلوش معاك، صافي هذوك تيدخلوا تيتابوناو، اغلبيه تيكونوا بوتات تيتابوناو تيتفولواو عندك في التيك توك، لا اقل ولا اكثر، ما يتفاعلوا معاك ما حتى شي حاجه. ومن الافضل كما قلت لكم خدموا المحتوى ديالكم هو اللي غادي يجيب لكم المشتركين باش تبقاو خدامين ديما. النصيحه الثانيه، الكاليتي، الجوده تكون طالعه مزيان، دائما حدوا الجوده والصوت يكون مزيان. وفاش بقاو تخدموا مثلا على الموسيقى ما تبقاوش تجهدوا الموسيقى، الموسيقى فاش بقاو ديروا لي ترند بقاو تنقصوا منها وتطلعوا الهضره اللي غادي تكونوا ديك المعلومات اللي كتكونوا كتعطيو، وغادي تخصصوا في مجال واحد وداك المجال هو اللي غادي تمشيو تكملوا فيه. مثلا تكون دير سبور تكون كتمختص في السبور، كتلوح على داكشي اللي خاص بالسبور، تكون دير داكشي ديال القطط او الحيوانات غادي تخليك متخصص في داكشي ديال الحيوانات، ما تبقاش غير كتلوح من هنا ومن هنا ومن هنا، لا صافي وخدم هكا وهكا ان شاء الله بحول الله غادي يطلع لك الكونت ديالك وغادي تولي تجيب مشتركين. وغادي الا جاوك مشتركين صافي راك غادي تبقى تجيب مشاهدات، والمشاهدات غيبقاو يجيبوا لك مشتركين، غير هو خاص يكون عندك كونتوني باش نكونوا متفقين. هذا الكونتوني هو اللي تيحكم، هو اللي تيجيب لك كل شيء. دونك المساله الثالثه غادي تقول لي كيفاش غادي نسحب الاموال ديالي. كيفاش غادي تسحب الاموال ديالك؟ طريقه سهله، غادي تجي لهنا وغادي تجي البالونس هنا، في هذا البالونس هذه غادي يكون عندك الرصيد ديالك تضاف في هذا المكان هذا. ندير نيكست 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 جيت ستار، صافي الرصيد ديالك غادي يبقى يضاف هنايا. فهنا عندنا اللايف ريورد، هنا عندنا
كوين يعني بقيت تضاف لك الرصيد ديالك هنا وغادي نديرو اوت. كما كنلاحظوا ها هو كرياتور تولز هنا، هنا البالونس عندي خاوي يعني مازال ما عندي حتى دولار يعني راه خاوي. صافي هنا غادي يكونوا عندك الكوينزات الناس اللي كيصيفطوا لك الهدايا على الفيديوهات، حيت كاين واحد المساله كيصيفطوا لك واحد الدعم كيدعموا لك الفيديو. وهنا اللايف ريوردز، هنا الهدايا ديال اللايف فهاد البلاصه هادي، وهنايا اوتر هنا فين غادي تلقى الارباح ديالك على المشاهدات ديال الفيديوهات. هكا باش نكونوا متفقين. دونك هنا ترانزاكشن ها فين غادي يكونوا عندك التحويلات في هذا المكان هذا، هنا غادي يكون عندك ترانزاكشن. دابا انا ما عندي حتى شي تحويل، ما حولت حتى شي حاجه. بالنسبه للناس في المغرب هما كيتخلصوا من اللايفات كيجبدوا فلوسهم كاش بلس، وهو الاغلبيه الناس كتسحب على بايبل عن طريق بايبل. ضروري يكون عندك بايبل، ويكون عندك بايبل مفعل باش كتربطو مع تيك توك، حيت ضروري غادي تربطو. سواء بغيتي تخدم طرق الربح اللي كاينين هنايا مغير المشاهدات، كيمكن لك انك هنا في كرياتور تولز باش نتعرفوا على جميع طرق الربح اللي كاينه هنا في التيك توك، كيمكن لك انك تخدم مع الفنانين، وكيمكن لك انك كما كتلاحظوا فاش فتحت انا الحساب ديالي على حساب اوروبا كيعطيوني نصاوب ماركت بليس اللي هو بحال ستور، ويمكن لي نبقى نبيع فيه مثلا، نبيع ندير فيه الدروب شيبين، نبيع داكشي ديالي انايا عندي شي سلعه بغيت نبيعها. المهم كوم ان ستور. هنا الناس المشتركين اللي غيبقاو يشتركوا معاك، بحال دابا انا مثلا هنا في يوتيوب من كتلقى ابوني حدا كتلقى واحد المساله تمايا عندك الا بغيتي تكون من الناس الداعمين ديال القناه، صرا عندك تمايا فرا هذوك هي ديك البلاصه. وهنا كما قلت لكم العمل مع الفنانين، فهنا في العمل مع الفنانين كيعطيوك واحد الموسيقى انك تستعملها. كما كتلاحظوا حتى هي خاص يكون عندي 1000 فولورز ونكون فوق 18 عام، ديك الساعه نوصل 1000 فولورز يمكن لي انني نخدم. كيعطيوني واحد الموسيقى وكنديرها انا في الفيديوهات، وديك الفيديو كل ما طلع في المشاهدات كيعطيوني هما ارباح. كاين اللي كيتكلاصا الاول الثاني الثالث الرابع، وكل واحد كياخذ واحد القصيمه ديال الفلوس. صافي هادو هما الطرق ديال الربح من هنا. فباش تسحب الاموال ديالك ضروري غادي يطلبوا منك هنا فين كاين المشكل بالنسبه للناس اللي خدموا داك الفي بي بلا ما نكمل سميتو، او اللي كيغير الدوله من بلاصتك لهنايا لهيه، غادي يلقاو مشاكل في السحب. حيت علاش؟ فاش تبغي تسحب الاموال ديالك غادي يطلب منك ضروري يا اما تصور لهم البطاقه الوطنيه ديالك كارت ناسيونال، او باسبور، او البيرمي. هادو ثلاثه ديال الحوايج تيطلبهم منك. المهم انت كدير واحد واحد فيهم كتصوروا لهم وكتصيفطوا لهم، حيت كيقولوا لك الارباح. دابا انت ملي توصل 100 دولار او 50 دولار وتبغي تسحب غادي يقولوا لك الحساب ديالك مقيد. غادي تلقى رساله هنا في هذه البلاصه هذه، فاش كندخلوا البالونس غادي نلقى واحد الرساله مكتوبه يقولوا لك السحب ديالك مقيد حتى دير لنا اثبات الهويه. باش دير اثبات الهويه بهاد المسائل هادو اللي ذكرت لك من قبل. ولكن دابا انت في المغرب وداير مثلا نتايا داير مثلا فرنسا او داير المانيا او هذا، ويلقاو بان عندك الكارت ناسيونال هذا، راه ما غاديش يدوزوا لك الفلوس. باش تكون عارف هاد المساله هادي، ف باش انك تسحب الاموال ديالك غادي تشوف شي شخص تمايا في اوروبا بالنسبه للدوله اللي درتي انت، ما دير الدوله تكون عارف شي شخص اللي تما اللي غادي يقدر يساعدك باش تسحب الارباح ديالك. فاش توصل الارباح ديالك تصيفط له مثلا الكونت ديالك، او هو تيصور لك الباسبور ديالو او لا كارت ناسيونال ديالو باش ساكن تمايا، الناسيوناليتي بانه ساكن في ايطاليا او ساكن في فرنسا، كتصورها لهم ريكتو فيرسو من الامام ومن الوراء صافي، وكيحيدوا لك تقييد الحساب او الباسبور. من الافضل يكون باسبور، فاللي كان عنده باسبور فراه من الافضل، هي من الافضل خدموا بالباسبورات ديالكم، فالباسبور ما غاديش تلقاو مشكل ابدا. من بعدها صافي كيتحيد لك داك التقييد بانهم صافي كدير اثبات الهويه ديالك، صافي الفلوس ديالك تدوز اوتوماتيكمون للبايبل. فبالنسبه للناس اللي غادي يكونوا خدموا بديك الطريقه هذيك راه غادي يلقاو مشاكل في السحب، وهذه هي المشاكل اللي غادي يلقاوها في السحب هي اثبات الهويه. كنتمنى ان يكون الفيديو وضحت فيه كل شيء، فاي نقطه او اي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في التعليقات. ومازال ان شاء الله بحول الله انتظروا الفيديوهات بزاف اللي جايين على التيك توك. غادي نخلي لكم التيك توك ديالي تما، غادي نبقى نحط التيك توك. وبالنسبه على الانستغرام وغادي نبقى نهضر على الربح من الانستغرام، فغادي نخلي لكم الانستغرام ديالي تما، غادي نبقى ندير فيه ان شاء الله بحول الله حتى هو المسابقات اللي غادي نبقاو نربحوا فيه بزاف ديال الحوايج، وغادي يكون فيه بزاف ديال لي جيف اوي.
فنخليكم الانستغرام ونخليكم تيك توك ديالي، وما تنساوش انكم تتابعوني على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. معكم عمر برهماني ودير القناه ديالكم ديال التجاره الالكترونيه وربح من المواقع والتطبيقات. فلا كانوا كيهموك هاد المواضيع هادو وبغيتي دير دخل اضافي، اشترك في القناه، فعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديالي.